جرعة مضادة للاكتئاب. ننصحكم بتناول كمية معتدلة من الكاجو بين الحين والآخر، كونه علاج صحي ولذيذ، وهو بمثابة علاج طبيعي للاكتئاب. يحتوي الكاجو على الحديد، المغنيسيوم، أمينو أسيد، فيتامين بي 6، وأيضاً على أوميغا 3. وجميع هذه العناصر الغذائية تعمل مع بعض على منع وإبعاد أعراض الاكتئاب والقلق بشكل مباشر. يحتوي الكاجو كذلك على مادة التريبتوفان الصحية التي تلعب دوراً مهماً ورئيسياً في التخفيف من أعراض الاكتئاب. الكاجو مش بس بحسن الصحة النفسية وبخفف الاكتئاب، بل بعزز صحة القلب، لأنه لا يحتوي على الكوليسترول، مما يقلل خطر الإصابة بالجلطات والسكتات القلبية. ويحتوي أيضاً على نسبة قليلة من الكربوهيدرات مقارنة بالمكسرات الأخرى، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية للحفاظ على مستويات السكر في الدم، خصوصاً لمرضى السكري. ولأنه بيحتوي على الكالسيوم، النحاس والزنك، فهو بيلعب دور في الحفاظ على صحة العظام وتقوية وتنظيم المناعة في الجسم. الكاجو علاج صحي ولذيذ، وإن كان سعره مرتفع نوعاً ما، فإنه لا يقارن بأسعار الأدوية والعلاجات الأخرى.